السلام عليكم صف الأول متوسط. اليوم راح ناخذ المحاضرة الأخيرة اللي تتعلق بمادة الكيمياء أو بجزء الكيمياء اللي هو جزء من كتاب العلوم. درسنا اليوم يتحدث عن الكيمياء في حياتنا، راح ناخذ المواد الكيميائية اللي نستخدمها إحنا بحياتنا. شنو هي هاي المواد الكيميائية؟ وهل هي هاي مواد طبيعية مصنعة لو مشتقة من مواد طبيعية أخرى؟ راح ناخذ أول مركب نستخدمه بشكل يومي هو الماء. من أهم المركبات وأكثرها استخداما في حياتنا اليومية، فهو يشكل من 50 إلى 90% من وزن الكائن الحي. يعني احنا لو هسه نشوف أجسامنا راح نلقى نسبة الماء يعني أكثر من 50% من وزننا. أيضا يشكل 90% من تركيب الدم، راح يكون هو عبارة عن ماء. من أروح أحلل البلازما ألقى 90% من عدها دم ماء. كما يستخدم المعقم منه للشرب، يعني المياه المعقمة نستخدمها للشرب، نستخدمها في غسل أجسامنا، ملابسنا، الخضروات اللي ناكلها، ويستخدم في الصناعة بكثرة. هناك مواد طبيعية أخرى. إذا أول مادة طبيعية أستخدمها أني من المواد المركبة هي المواد الكيميائية المركبة، طبعا هو الماء. زين، هنالك مواد أخرى إحنا نستخدمها هم طبيعية وهم هي مواد كيميائية، أعتبرها الحليب، ملح الطعام، الخضروات، الفواكه، وبعض العطور كالمسك المستخرج من الغزلان والعنبر المستخرج من حوت العنبر. هذني كل المواد طبيعية وأنا استخدمهم بشكل يومي. الحليب مركب كيميائي وطبيعي، ملح الطعام الـ NaCl. زين، خضروات، الفواكه، العطور. توجد مواد أخرى مشتقة من المواد الطبيعية. هسه هذني كلهن مواد طبيعية 100%، مو مشتقة، مواد طبيعية 100%. اجيت على مواد مشتقة من المواد الطبيعية، مثل من مشتقات الحليب اللي هي مثل من مشتق الجبن والقيمر والقشطة، بعد ايش عندي، عصائر الفواكه، عصير البرتقال، الموز، اللي اشتقها من ثمرة الفاكهة اللي هي بالاساس مواد طبيعية. كذلك توجد مواد مصنعة كالمطهرات، المعقمات، المنظفات، العطور، الحبر. ذني مو مواد طبيعية. أمثلة على مواد غير طبيعية اللي هي المعقمات والمنظفات والعطور والحبر. أمثلة على مواد طبيعية الماء والحليب وملح الطعام والخضروات والفواكه وبعض العطور. أمثلة على مواد مشتقة من مواد طبيعية، مشتقات الحليب وعصائر الفواكه. زين، نشأت صناعات كثيرة، ليش؟ نتيجة إلى شنو؟ إنه أكو مواد مصنعة، هاي المواد المصنعة أنا أستخدمها بكثرة. صناعة الأسمنت، السيارات، الطائرات، السكر، الزجاج، عمليات تكرير البترول لاستخلاص مكوناته وغيرها من الصناعات. لذلك أقدر أصنف المواد على أساس وجودها. على أي أساس صنفتها؟ على أساس وجودها، إلى مواد طبيعية، مواد مشتقة، مواد مصنعة. أعطي مثال على مواد طبيعية، الماء والحليب. أعطي مثال على مواد مشتقة من مواد طبيعية، الأجبان والعصائر. أعطيني مثال على مواد مصنعة، الإسمنت والسكر. هل يعد الجبن من المواد المشتقة؟ نعم، يعد الجبن من المواد المشتقة من الحليب. أو علل لماذا يعتبر الجبن من المواد المشتقة؟ لأنه يتم تصنيعه من الحليب اللي هو مادة طبيعية. زين، هاي صفحة 88، عرفت شلون راح اقراه. اجيت للماء، ما هو هذا الماء؟ الماء مركب كيميائي، صيغته الكيميائية H2O. هذا احفظها صم، ما انسى، من يجي ببالي كلمة ماء يجي ببالي هاي الصياغة. اي انه يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة اكسجين ترتبط مع بعضها البعض بروابط كيميائية، هاي تعرفت عليها سابقا. عند تحليل الماء كهربائيا، بعض هاي حتى بالثالث تاخذوها بصف ثالث، من اقدر احلل الماء كهربائيا راح يعطيني حجمين من الهيدروجين وحجم واحد من الاكسجين مما يتفق مع هاي الصيغة الكيميائية. سؤال، ما هي الصيغة الكيميائية للماء؟ علامة استفهام. وماذا يعطي الماء عند تحليله كهربائيا؟ الصيغة الكيميائية للماء H2O
والماء عندما يحلل كهربائيا يعطينا حجمان أو حجمين من الهيدروجين وحجما واحدا من الأكسجين. الماء المركب الوحيد اللي يتواجد بثلاث حالات. سؤال: ما هي حالات تواجد الماء؟ الماء المركب الوحيد الذي يتواجد بثلاث حالات عند الظروف الاعتيادية كسائل، بخار ماء اللي هو غاز، وثلج صلب. إذا الشكل الأول الثلج الصلب، الشكل الثاني اللي هو غاز بخار ماء، الشكل الثالث اللي هو سائل. يمكن أن يتحول من حالة إلى أخرى اعتمادا على تغيير درجة الحرارة. شلون يعني؟ يعني يكون الماء سائلا بدرجة الحرارة الاعتيادية اللي هي هسه احنا بيه، بس من اخليه بالفريزر اللي درجة الحرارة تكون صفر يبدأ بالتحول الى جليد، وهنا اني غيرت درجة الحرارة، لان يقول اني يمكن ان احول الماء من حالة الى اخرى اعتمادا على تغيير درجة الحرارة. علل شلون يتم هذا؟ اقول له لانه الماء يكون سائل بدرجة الحرارة الاعتيادية، بس عندما يكون درجة الحرارة صفر يبدأ بالتحول الى جليد. اما عند درجة حرارة 100 اللي هو من اخليه على النار فيبدأ بالغليان ويتحول الى بخار. فهنا انا تلاعبت بدرجة الحرارة، مرة جمدتها فصار جليد، ومرة حررت استخدمت حرارة فتحول بالغليان الى بخار. الماء النقي لا لون له وشفاف، الماء النقي ما إلى لون وشفاف، وسبب تلونه وجود مواد أخرى. الماء نقي وشفاف، زين ليش أشوفه مثلا جوزي؟ إنه أكو مواد أخرى يعني طين، قد تكون على شكل خليط متجانس أو غير متجانس. بعد هو عديم الطعم والرائحة، الآن قلت الماء عديم الطعم والرائحة واللون، بس من تذوب مواد معدنية بيه راح تسبب طعم إله بس دون رائحة. وأيضا الماء يكتسب الحرارة ببطء ويفقدها ببطء مقارنة مع المواد الأخرى. إذا الماء يوصل الحرارة لكن طريقة توصيله للحرارة بطيئة جدا. زين، كيف يتم تنقية الماء؟ شنو الطريقة اللي أقدر أنقي بيها الماء؟ تعد عملية تنقية المياه سواء لأغراض الشرب أو الاستحمام أو الغسل أو للأغراض الصناعية جدا ضرورية. ليش؟ علل: لاحتمال وجود مواد كيميائية أو بكتيريا تسبب الأمراض كالكوليرا. كالكوليرا يعالج الماء بواسطة مواد كيميائية كالكلور لقتل البكتيريا، وفي بعض البلدان يستخدم الأوزون لغرض التعقيم، كما تستخدم الأشعة الفوق بنفسجية التي لها تأثير في قتل البكتيريا والفيروسات، حيث لا تستطيع الأحياء الدقيقة مقاومة التأثير القاتل لهذه الأشعة. يتم تنقية المياه في أغلب المنازل باستخدام مرشحات اللي هي هاي المنظومة مال المي اللي نخليها تستخدم تنقية سحولة التناضح العكسي. فإن هو نجيب هاي اللي انصح للفلتر يرشح لي، ويمكن التخلص من البكتيريا الضارة العفو بغلي الماء لفترة قصيرة قبل استعماله. هسه هاي هنا عندي مليون سؤال. قبل لا اجي المليون سؤال، ما اهم خواص الماء النقي؟ لا طعم له، ماء شفاف لا طعم له ولا لون ولا رائحة. ماء شفاف لا طعم له، الماء هيكون شفاف لا لون له وعديم الطعم والرائحة، هاي أهم خواص الماء النقي. هسه تجيني أسئلة، لماذا أستخدم تنقية المياه؟ ليش أستخدم تنقية المياه؟ هاي صفحة 89 على مود أستخدم ليش أنقي الماء؟ على مود أستخدمه لأغراض الشرب، استحمام، الغسل أو للأغراض الصناعية. زين، ليش أنقي؟ لأن بي مواد كيميائية أو بكتيريا تسبب الأمراض كالكوليرا. زين، بماذا يعالج الماء؟ يعالج الماء بالأوزون أو بالأشعة الفوق بنفسجية. ليش؟ الأوزون يستخدم للتعقيم،
والأشعة الفوق بنفسجية أيضا للتعقيم، لأن إلها دور في قتل البكتيريا والفيروسات، لأن هاي الأحياء الدقيقة ما تقدر تقاوم التأثير القاتل لهذه الأشعة. بالمنازل كيف يتم تنقية المياه؟ فراغ باستخدام المرشحات. هل يمكن أنه أتخلص من البكتيريا بالمنزل بلا تقنية الأشعة الفوق بنفسجية؟ نعم، بواسطة غلي الماء لفترة قصيرة قبل استعماله. هسه هاي مجموعة من الأسئلة، ليش أنقي الماء؟ لأن راح أستخدمه لأغراض الشرب والاستحمام والغسل والأغراض الصناعية، لأن هذا التنقية ضرورية لاحتمالية وجود مواد كيميائية أو بكتيريا تسبب العديد من الأمراض مثل مرض الكوليرا. لماذا يعالج الماء بمواد كيميائية كالكلور لقتل البكتيريا؟ ما هي طرق التنقية؟ الماء، أولا الكلور، اثنين الأوزون، ثلاثة الأشعة الفوق بنفسجية، مرشحات، أيضا عندي غلي. هاي طرق تنقية المياه: غلي الماء، استخدام مرشحات، استخدام الأشعة الفوق بنفسجية، استخدام الأوزون والكلور. ذني طرق تنقية المياه: الكلور على مود يقتل البكتيريا، الأوزون لغرض التعقيم، الأشعة الفوق بنفسجية لها تأثير في قتل البكتيريا والفيروسات. زين، أغلي الماء على مود تتخلص من البكتيريا الضارة. هاي أهم طرق تنقية الماء، ولماذا أستخدم هاي الطريقة. هذا الماء إجيت على مركب كيميائي آخر أني أستخدمه بحياتي، الحليب. الحليب مخلوط متجانس، الحليب مخلوط هيكون متجانس، يحتوي مجموعة كبيرة من المركبات الكيميائية، منها الماء. إذا الماء جزء من الحليب ونسبته تتراوح 87%. والدهن وسكر الحليب اللي هو اسمه سكر الحليب اللاكتوز، والفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات والإنزيمات ومواد أخرى. الحليب سائل أبيض مشوب بإصفرار خفيف في حالة حليب البقر، و بزرقة خفيفة. هسه وياي، الحليب سائل أبيض، يعني قد يكون بلون أصفر خفيف في حالة حليب البقر. اللون الأصفر هذا اللون الأصفر هو دليل على وجود دهن، وبزرقة خفيفة في حال حليب الجاموس. طبعا حليب الجاموس حليب جدا دسم، أدسم من حليب البقر. طعمه قليل الحلاوة كلما كان طازجا، لوجود نسبة عالية من سكر الحليب اللي هو سكر اللاكتوز. عند تركه بعض ساعات ايش راح يتحول سكر الحليب إلى حامض؟ ليش؟ بتأثير بكتيريا، فيصبح طعمه حامضيا، وتعزى النكهة الغنية في الحليب للدهن الموجود به. زين، من صار طعمه حامضي معناها شنو صار؟ معناها تحول إلى روبة، أو أصح له الخاثر، الخثرة. أول شيء هو الحليب يكون حلو، يعني مو كلش حلو، بس يكون بيه حلا كلما كان طازجا. ليش؟ علل: لوجود نسبة عالية من سكر الحليب. بس من أتركه برا، خلينا نقول بلا ثلاجة، وحتى إذا تركته بالثلاجة لأيام هواية بلا ما أفوره، ايش راح يتحول؟ راح يتحول إلى حامض. راح يتحول سكر الحليب إلى حامض. ليش؟ لأنه أكو بكتيريا اشتغلت عليه فسوته حامضي، وهنا اتحول من حليب إلى روبة نصيح له احنا. وتعزى النكهة الغنية في الحليب للدهن الموجود، أكو نكهة خاصة بالحليب هاي للدهن. كلما كان دسم كل ما كان طعم الحليب أطيب. يحتوي الحليب البقري على من 3 إلى 3.5 دهن، بينما حليب الجاموس من 5.5 إلى 9% دهن. درجة غليان الحليب البقري أعلى بقليل من درجة غليان الماء. هاي انتبهوا، هذا فراغ يجيكم، أو صح أو خطأ. ولأن الحليب سائل سريع التلف، راح أستخدم الطرق الآتية لحفظه: التبريد. قبل شوي قلت لكم انه اني اخليه بالثلاجة، واذا ما خليته بالثلاجة
راح تجي بكتيريا تتكاثر بداخله وتحول لي الحليب إلى روبة. إذا التبريد، ما هو الغرض من التبريد؟ الغرض من عبده منع تكاثر البكتيريا، لكن لا يقضي عليها. لذلك أنا إذا خليت الحليب فترة طويلة بالثلاجة ألقى طعمه متغير وشكله متغير، لأنه تحول إلى الشكل الثاني اللي هو الروبة. البسترة، شنو هو البسترة؟ أسخن الحليب إلى 90 درجة مئوية، خليه على النار، بس مو احنا نارنا، نار خاصة بالمعامل والمصانع. ثم أبرده مباشرة إلى شقد؟ إلى درجة 10. ليش أستخدم هاي الطريقة؟ شنو السبب إنه أستخدم طريقة البسترة؟ وهاي أخذناها بالأحياء، لويس باستور اللي استخدمها لغرض التعقيم. ليش؟ على مود يقتل جميع الميكروبات، كل الميكروبات الضارة يقتلها، فقط الضارة، وما تأثر هاي العملية على قيمته الغذائية، لأن هو ده تشوفون ده يلجأ إلى أنه يسخنه إلى 90 درجة وبعدين يبرده إلى 10. هاي الطريقة مال التسخين والتبريد السريع تقتل فقط الميكروبات وتخلي البكتيريا المفيدة تبقى، الغلي للقضاء على جميع الميكروبات، كل الميكروبات على اختلاف سواء زينة أو مو زينة. هاي الطريقة بس تأثر على قيمته الغذائية وراح تتلف فيتامينات، لذلك أخذيه فترة معينة. وها هي التكثيف، أسخن الحليب إلى 62 درجة، طبعا هاي بمعامل مو احنا عندنا، تحت ضغط أوطأ من الضغط الجوي، ويتم التخلص من 2/3 ماء الحليب ويحفظ في قناني مغلقة. يصير الحليب المكثف موجود يستخدمون الحلويات وغيره، يكون حلو وثخين. التجفيف، تسخين الحليب تحت ضغط واطئ جدا إلى أن يتحول إلى مسحوق، هذا الطوز، الحليب الطوز اللي نستخدمه، المدهش والإنجور والنيدو على اختلاف الأنواع المساحيق الحليب الموجودة عندنا، وتضاف إليه بعض الفيتامينات ويباع بشكل مسحوق في علب وأكياس مختلفة. ويمكن هاي هنا الـ5 نقاط بني تعاريف أو ليش أستخدم طريقة التبريد. هل طريقة الغلي تؤثر على القيمة الغذائية؟ علل، لأن تتلف فيتاميناته. زين، ما هي طريقة تحويل الحليب إلى شنو؟ إلى مواد أخرى، يعني شنو الطريقة اللي أشتق بيها المكونات الأخرى من الحليب أو المواد المشتقة؟ عندي الروبة، اللبن، يمكن تحضيرها بتسخين الحليب إلى درجة 71 في الصيف في الشتاء و24 في فصل الصيف، وأبردها أخليها بالثلاجة وأضيف إليها كمية من اللبن قديم، يصحوا له خثرة، لبن قديم من 1 إلى 2%، لبن قديم. إحنا بالبيت يسوون الأمهات إنه يجيبون في كاسة صغيرة بها روبة قديمة يضيفوها. المهم، أول شي يخلون هذا الحليب على النار درجة حرارة الطباخ، بعدين يخبطوه بسرعة، يخلون هذا الروبة القديمة ويخبطوه بسرعة، بعدين يعني تترك عند نفس الدرجة لمدة من 4 إلى 6 ساعات، إنه أنا من طفيت النار وراها أخليه أغطيه وأخليه يعني في مكان من 4 إلى 6 ساعات، وراها ألقاه تحول إلى روبة أو لبن. سألوا أهاليكم راح يقولوا لكم هاي الطريقة نستخدمها إحنا بالبيوت. القشطة أو القيمر، يسخن الحليب ثم يترك دون تحريك، أهم شيء إنه ما أحركه على مود هاي الطبقة تسخن الفوقانية وما أقطعها. فتبدأ حبيبات الدهن بالتحرك إلى السطح، مكونة طبقة سطحية من الحليب تحتوي على نسبة عالية من الدهن، تدعى هذه الطبقة بالقشطة، وطبعا هذا حسب الحليب، إذا كان حليب جاموز تطلع الطبقة ثخينة. الجبن، عملية كيميائية حيث يضاف الحليب الساخن للحليب الساخن خميرة الجبن أو الخل مثل ما بالروبة، فنلاحظ ظهور قطع متكتلة، تفصل هاي القطع المتكتلة،
بواسطة قماش شاش نصيح له، نخلي هاي ندير عليه هذا الحليب اللي صار عندي متكتل، ينزل المي وتبقى هاي القطع المتكتلة تعصر، ثم توضع تحت ثقل، يعني نجيبها ونخلي فوقها ثقل، فراح تتكون قطع الجبن. واكو منهم يخلوها بمصفاة مزرف بشكل معين على مود يطلع لي شكل القطعة شلون شكلها صاير. الزبدة عملية آلية تستخدم فيها الحركة المستمرة اللي تساعد على تجمع والتصاق حبيبات الدهن، يجيبون هاي الشيء اللي بحليب ويرجوه يرجوه 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 بقوة، فتلتصق جزيئات الحليب بعضها ببعض وتنفصل عن باقي المكونات الأخرى. هاي قبل الطريقة يسووها الناس اللي تعيش يم ذني البقار والجاموس، يستخدموها يجيبون فد شيء يسحوله شجوة يخلون بيه حليب ويظلون يرجوا يرجوا بقوة إلى أن تتشكل الزبدة، وتباع بمبلغ يعني أكثر من البقية، لأن هذا الدهن يستخدمون للطبخ، قسم يتريقون بيه. زين، الزبدة اللي احنا هسه بالبيوت نستخدمها للمعجنات، هي هاي بالمعامل مسويها، لكن اكو زبدة طبيعية. زين، لماذا يتغير طعم الحليب بعد تركه لفترة من الزمن؟ لأن اكو مايكروبات اشتغلت غيرت ليام من الطعم الحلو إلى الطعم الحام. ذني الخمس نقاط: الزبدة، الجبن، القشطة، والروبة، اللبن. هذني شلون يتحول الحليب إلى مواد أخرى، إلى مواد أخرى تشتق منه. أما ذني الخمسة: التجفيف، التكثيف، الغلي، البسترة، التبريد، فهذه طرق حفظ الحليب. هذه طرق حفظ الحليب. زين، الخل مادة كيميائية أخرى نستخدمها بمنازلنا وموجودة بكثرة. الخل مادة غذائية سائلة ناتجة من تحول المواد السكرية والنشوية من التفاح أو فواكه عن طريق التخمر، يعني أنا الخل مو بس من التفاح، ممكن يجيني من التمر، عن طريق التخمر المن هاي المواد السكرية والنشوية بالتفاح أو التمر أو غيره، تحولت إلى حامض الخليك عن طريق عملية اسمها التخمر. زين، هذا نسبته في الخل من 4 إلى 5، يعتمد لون الخل على مصدر اللي يستخلص منه. فخل التفاح يكون لونه حسب التفاح المستعمل، عندي أنا خل تفاح أبيض وعندي خل تفاح لونه جوزي أو فشي فاتح. أما الخل المستخلص من الشعير لونه أبيض، والمواد الأساسية في صناعة الخل تمر، فاكهة، والماء. زين، وتتلخص طريقة صناعة الخل بالآتي: هساني الخل مادة سائلة ناتجة من تحول شنو؟ من تحول المواد السكرية والنشوية من التفاح أو الفواكه عن طريق التخمر إلى حامض الخليك، لتكون نسبته بالخل من 4 إلى 5%. لون الخل يعني راح يعتمد على مصدر الخل، اللون يعتمد على المصدر. ما هي طريقة استخلاص الخل أو شلون أصنع الخل؟ يوضع التمر أو أي فاكهة مع الماء في أواني خزفية أو فخارية، تغطى الأواني بقماش شاش ويترك لفترة من الزمن لا تقل عن 40 يوم إلى 60 يوم. ما يحدث خلال هاي الفترة إنه أنواع من البكتيريا موجودة بالهواء الجوي، منها بكتيريا الخل نصح لها تبدأ بالنمو داخل الخليط. عندي بكتيريا، عندي أنا البكتيريا أنواع وأجناس كلش هواي، كل نوع يتخصص الفتشي بيها بكتيريا مفيدة وبيها بكتيريا ضارة. المفيدة اللي أكو قسم بيها موجود بأمعائي تصنعني فيتامين كي، قسم بيها أسوي يعني تستخدم بتحويل البكتيريا، يعني بتحويل الحليب إلى روبة أو لبن، قسم منها استخدمها بالخل، قسم منها بالعجين، العفو العجين الخميرة، نوع من الخميرة مو بكتيريا، قسم منها إذا تتذكرون بالأحياء بالهندسة الوراثية استخدمها باللقاحات، قسم منها استخدمها بتحويل النفايات. هاي كلها
بكتيريا مفيدة، وبنفس الوقت اكو بكتيريا ضارة اللي تسبب للأمراض والجراثيم مثل الكوليرا وغيرها. فاكو مفيد واكو ضار. اذا اني جبت التمر او الفاكهة، خليته بأواني خزفية او فخارية، غطيته بقطعة من القماش او الشاش فترة طويلة من 40 الى 60 يوم. وراها بداخل هذا الموضوع صار اكو نوع من البكتيريا موجودة بالهواء الجوي، منها بكتيريا سحلها ام الخل، تبدأ بالنمو داخل هذا الخليط المتغطي. زين سم واحد يقول لي مو هي متغطاية بقماش، اقول لها القابلية تقتحم اي شيء. يتحول السكر اللي هو موجود بالتمر خلينا نقول المن الى كحول، وعند تكون الكحول راح يوقف عمل كل انواع البكتيريا ما عدا بكتيريا ام الخل. زين انا مو الكحول حرام، مسكرات حرام، فهنا ايش راح يصير؟ هاي بكتيريا يسحلها ام الخل، تقوم هاي البكتيريا بتحويل الكحول الى حامض. يعني انا عندي 3 خطوات، الخطوة الاولى يتحول السكر الى كحول، وهذا الكحول يقتل كل انواع البكتيريا ما عدا البكتيريا سحلها حامض الخليق ام الخل. هاي راح تحول الكحول الى حامض الخليق. الخل الناتج يحتوي على من 4 الى 5% من حامض الخليق، لان يعني بعض الاحيان يصير خل بس شوية بيحلاه، هذا نخاف من عده بعد ما صاير تحول كامل. تكون هاي الطريقة بطيئة لانها تقتصر فقط على تحويل المساحة المعرضة للهواء من الخليط، اما باقي الخليط فلا يتحول الا عند ياخذ دورة في الصعود الى سطح المخلوط، ولذا يحتاج مدة كلش طويلة من 40 الى 60 يوم على مود اسوي الخل. امهاتنا قبل يجيبون سطل يخلون بيه تمر، تمر مغسول زين، ويخلوا له مي ويغطوه. هنا حسب نوع التمر، حسب نوع التمر ياخذ فترة طويلة، شهرين اصلا تنسال الام، تجي بعدين تصفيه وتسوي هواي شغلات على مود تنقيه لان خاف صاير بعفن او غير شي. تكون هاي الطريقة بطيئة. عرفت ليش بطيئة؟ لانه تقتصر على المساحة المعرضة للهواء من الخليط، اما باقي الخليط فلا يتحول الا بعد اب يأخذ دورة في الصعود الى سطح المخلوط، لذا تحتاج مدة طويلة لتكوين الخال. زين الخل بإضافة إلى أنه مادة غذائية بس إلى استخدامات. تناول الخل يوميا يقلل من مستوى السكر في الدم، بس ننتبه ما نقدر ناخذ خل هيجي. كل بعض منهم يقول لك أنا خل أسوي رجيم أخذ خاشوقة مال خل تفاح، هذا خل التفاح كلش مؤذي للمعدة، يموتها للمعدة يدمرها ما يصير استخدمه. يستخدم كمطهر للفواكه والخضر قبل استعمالها، مطهر لجلد خاصة الحامض لسطح الجلد من الرأس إلى القدم. إذا أكو فد مثلا أنا جرح عندي وما عندي فد مادة معقمة، ممكن أستخدم خل أخليه بقطنة هيجي وأمسح بيه المكان، لأنه يقتل كل البكتيريا. مادة فعالة في تقوية جهاز المناعة، يعني أرشه يساعد في امتصاص الكالسيوم وتقوية صحة العظام. تناوله يوميا يساعد في التخلص من الوزن الزائد، شلون استخدمه اني؟ ارش على الزلاطة افضل حل، الزلاطة مواد مفيدة كلش يعني جسمي، ارش عليه فد شويونه وها هي. ما اخذه هواية لان هذا المعدة الجدران الداخلية البطالة مالتها يسبب لها تآكل، فانتبه له. ما سبب وجود الوان من الخل؟ شنو السبب وجود هاي الألوان؟ حسب المادة المصنع منها الخل. هذا هسه دبس يعني العفو تمر، هنا تفاح أحمر، هنا ممكن يكون تفاح أبيض، ممكن يكون شعير. زين أنا الموضوع الشعير تجنبه، موضوع خل الشعير دائما نتجنبه احنا. النفط من المواد الكيميائية، هاي المادة الكيميائية اللي نستخدمها بحياتنا اليومية كوسيلة تدفئة،
يمثل النفط أكبر ثروات العراق الطبيعية. تفترض نظرية نشوءه شنو سبب تكون النفط؟ يمثل النفط أكبر ثروات العراق الطبيعية، وتفترض نظرية نشوءه أنه شلون تكون النفط؟ يتكون من بقايا حيوانات ونباتات ربما تكون مجهرية، مو مجهرية، لا، بحرية عاشت وماتت ثم ترسبت في قاع البحر. يعني هاي كلمة مجهرية زايدة من عندهم، عاشت وماتت ثم ترسبت في قاع البحر منذ ملايين السنين، وبتأثير الحرارة الباطنية للأرض وضغط طبقاتها تحولت إلى قطرات نفط. تحولت يعني هي تحللت هاي أجسام الكائنات، فتخللت الصخور المسامية وتجمعت في جيوب الصخور غير المسامية، فتراكمت وبقيت عائمة فوقها. تعلو هذه الطبقة طبقة غازية اللي هي أهم إجتي من تكوين النفط، اللي هو منها الغاز الطبيعي الميثان وغيره، اللي هذني كلهن ثروة حقيقية. زين، احنا العراق ودول الخليج يعتبر من أكثر البلدان اللي بيها نفط. ليش؟ لأن الحضارة تكونت وبدت من أدنى منذ ملايين السنين، فلذلك الناس القدماء والحيوانات القدماء ماتوا وتحللت أجسامهم فتحولت إلى وقود نفط. النفط الخام إذا نريد نعرفه هو سائل كثيف زيتي أسود مخضر أو بني داكن ذو رائحة كريهة، مستحيل يمتزج مع الماء بل يطفو عليه، وتركيبه الكيميائي مزيج معقد من مركبات تحتوي على الكربون والهيدروجين، تدعى بالهيدروكربونات، كذلك عناصر أخرى مثل كبريت، أكسجين، نيتروجين تدخل في تركيبه وتختلف نسبها باختلاف مناطق وجوده. سائل كثيف زيتي أسود مخضر أو بني داكن ذو رائحة كريهة، لا يمتزج مع الماء بل يطفو على الماء، تركيبه الكيميائي مزيج معقد من مركبات تحتوي على الكربون والهيدروجين تدعى بالهيدروكربونات، كذلك عناصر أخرى مثل الكبريت والأكسجين والنيتروجين راح يدخل في تركيب النفط وتختلف نسبها باختلاف مناطق وجوده. استخرج النفط الخام تم استخراجه بعد معرفة مكان تواجد النفط اللي يتم بواسطة الآلات وأجهزة حديثة أثبت إلى آلة الحفر المعلقة بواسطة برج الحفر اللي هذا موجود عندكم بالصورة، للوصول إلى موقع النفط الخام والحصول على بئر نفطي باستخدام أنبوب معدني ينقل النفط إلى الأعلى. هذا النفط يتم نقله إلى الأعلى، يكون مخلوط بالشوائب، فأنا راح أروح أخلصه من هاي الشوائب أولا وينقل إلى المصفى اللي هو مصفى النفط. يتم فصل المنتجات الرئيسية للنفط بعضها عن بعض على الاختلاف على أساس الاختلاف في درجات الغليان باستخدام عملية التقطير الجزئي، وهاي عملية التقطير الجزئي اللي هي يصير بها فصل المنتجات الرئيسية للنفط الخام بعضها عن بعض على أساس الاختلاف بدرجات الغليان، أصيح لها تكرير النفط. عرفت تكرير النفط؟ هو عبارة عن استخدام عملية التقطير التجزيئي لفصل المنتجات الرئيسية للنفط الخام بعضها عن بعض على أساس الاختلاف بدرجات الغليان. تنقى هذه المنتجات بمراحل تصنيعية وكيميائية لاحقة. ليش؟ على مود أفصل المركبات الكبريتية والنيتروجينية عن بعضها. من أهم المنتجات النفطية اللي يتم الحصول عليها من أبراج التكرير هي الغازولين المستخدم كوقود للطائرات، البنزين اللي راح يستخدم كوقود للسيارات، الكيروسين اللي هو النفط الأبيض، زيت الغاز المستخدم للديزل، الغاز المسال، الأسفلت القير هذا اللي يسووه بالطرق، يعني يعبدون ويبلطون به الطرق. كما يستخدم النفط في صناعة بعض الصناعات الكيميائية مثل ما عقاقير طبية يدخل بصناعتها نفط، دهانات يعني هاي الأصباغ اللي تستخدم، المبيدات الزراعية، البلاستيكات، المنظفات،
بعد مستحضرات التجميل المطاط الصناعي ذني نستخدم به النفط. ما المقصود بعملية التكرير؟ عرفته اللي هي التقطير الجزئي اللي تصير على مود يتم فصل المنتجات الرئيسية للنفط الخام بعضها عن بعض على أساس الاختلاف بدرجات الغليان. هسه اجينا على الأسئلة اللي موجودة بصفحة 93. ما أهمية الماء في حياتنا اليومية؟ استخدمه للشرب، للأكل، للاستحمام، بعد غيرها، للأغراض الصناعية. فأني هذا الماء له أهمية كبيرة بحياتنا، وين ألقاه هذا الحكي؟ هنا موجود انه يتحول الماء ويكسب هنا ما استخدمه للشرب، للاستحمام والغسل وللأغراض الصناعية. هذا استخدامات الماء. ممكن انه اقول يستخدم الماء هنا هذا او ذاك، اثنيناتهم نفس الشيء. أنا يا صفحة هسه صفحة 93 دا أحل الأسئلة. صنف المواد الكيميائية المستعملة في حياتنا من ناحية وجودها. هم أرجع لي صفحة 88 إيش قايل لي إحنا أنا. مواد طبيعية على أساس وجودها، هاي بقى إحنا أنا. مواد طبيعية، مواد مشتقة، مواد مصنعة. طبيعية الماء والحليب، مشتقة الأجبان والعصائر، مصنعة الإسمنت والسكر. زين أرجع تحدث بشكل مختصر عن كل النفط الخام بكتيريا أم الخلظة اللي واضحات موجودات عندكم. ماذا تسمى عملية تسخين الحليب إلى 90 ثم تبريده مباشرة البسترة؟ ما درجة غليان الماء النقي؟ 100. ودرجة انجماده 0. وانتبهوا على هذا السؤال ممكن انه يجيكم فراغات. عدد بعض المنتجات الرئيسية المنتجة في برج التكرير لأن حكيناها صفحة 92. طبعا هذا النفط الخام من أرض أحكي، هذا أحكي، هذا يعني شلون عرف، تحدث، وضح. زين هذني المنتجات النفطية 6 اللي تطلع لي من أبراج التكرير. هذا السؤال الموجود بصفحة 93 هو سؤال 6. بين مكونات تركيب الحليب اللي قلنا عليهم دهون وماء وسكر اللاكتوز. كيف يمكن الحصول على النفط الخام من البئر النفطي؟ من البئر النفطي هنا أنا. نجيب آلة تحفر معلقة بواسطة برج وأحصل على بئر نفطي، بعدين باستخدام أنبوب معدني ينقل النفط إلى الأعلى، وبعدين أوديه المصفى. هذا هنا شلون أحصل على النفط من البئر النفطي. سيم فسر لماذا تعد عملية غلي الحليب لحفظه طريقة غير جيدة، لأن توخر لي قيمته الغذائية، لأن تتلف لي الفيتامينات الموجودة به. لا يمكن استخدام النفط الخام إلا بعد تكريره، وهذا علل. هذا علل ليش؟ لأن بيه شوائب مخلوطة بيه، لأن هو كان بباطن الأرض فأكيد بيه شوائب. يعد النفط ثروة وطنية مهمة جدا. ليش يعتبر النفط؟ لأن شوفوا هسه أنتوا بصفحة 92، شوفوا بصفحة 92 شبيه النفط، ايش راح اطلع من عنده؟ راح اطلع من عنده كم منتج؟ كم منتج هذا ممكن انه اصدره للدول الاخرى واستفاد من عنده. فلذلك وايضا بعد يستخدم في صناعة بعض المواد الكيميائية لاستخداماته وللمواد اللي اقدر، المنتجات النفطية اللي اقدر اطلعها من عنده، فيعتبر ثروة مهمة جدا. هذا الجواب منه لأنه منتجاته غنية جدا، يعني وقود الطائرات، للسيارات، النفط الأبيض، الغاز المسال، الأسفلت، وأيضا وين أستخدمه؟ فلاستخداماته ولمنتجاته القيمة. أنا أعتبر النفط ثروة، ولذلك إحنا نحتل والدول كلها تيجي علينا وهاي الهوسة. ليش؟ لأن إحنا أغنياء.
لكن مع الأسف ما تم استغلال هاي الثروة بشكل صحيح. لهنا خلصت المادة. أكو هاي تطبيقات إنه الأملاح المعدنية وأهميتها لجسم الإنسان تسمى المواد الغذائية غير العضوية اللي تنظم العديد من التفاعلات الكيميائية في خلايا بالأملاح المعدنية، ويحتاج الجسم تقريبا 14 نوع من الأملاح المعدنية: كالسيوم، فسفور، طبعا حتى بالأحياء ناخذهم، يستعملان بكميات كبيرة في وظائف، هاي أخذناها بالفلزات واللا فلزات إذا تتذكرون بالكيمياء، وبعض الأملاح يحتاج إليها الجسم بكميات قليلة كالنحاس واليود. كالسيوم شنو أهميته أو تأثيره الصحي؟ أسنان والعظام. فسفور أسنان والعظام القوية، انقباض العضلات، تخزين الدهون. بوتاسيوم يحافظ لي على توازن الماء بالخلية ونقل المنبه العصبي وهذا مهم، وانقباض العضلات. الصوديوم اتزان السوائل في الأنسجة ونقل المنبه العصبي، ويمكن نقل المنبه العصبي كلش مهم. الحديد نقل الأكسجين عبر الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء. اليود نشاط الغدة الدرقية وتحفيز عمليات الأيض. زين، هاي أهمية ذن العناصر المعدنية الموجودة بالماء، وإذا تأخذون أي بطل من مياه معدنية راح تلقون ذن العناصر موجودات بيه، وقروهن تلقوهن موجودات بيه، لأن ذني كلش مهمات. خذ مشروبا غازيا عديم اللون، اسقط المشروب في مسمار. ماذا يحدث؟ اترك المسمار اليوم الكامل، راح نلاحظ تفاعل المسمار مع المشروب الغازي اللي هو CO2 يطلع من عنده، وسوالي مطر حامضي فسبب لي تآكل، أو سوالي مياه حامضية فسببت لي تآكل في المواد والجسور، وهذا اللي يصير تآكل للمواد والجسور والبنايات نتيجة لوجود المطر الحامضي اللي نفس تأثير المسمار لو أخليه بأي مشروب غازي. زين، هنا هذا مراجعة للمفاهيم والأفكار الرئيسية اللي تم أخذها، فهاي مهم إنه أحلهن هذني. تفاعل كيميائي أحد نواتجه دائما أكسيد العنصر، إيش راح يكون؟ احتراق. مركب كيميائي طبيعي لا غنى عنه أو عن منتجاته في وجبات الإنسان الغذائية، إيش راح يكون؟ الماء. عندما تكون، لا العفو مو الماء، حليب. عندما تكون عدد ذرات العناصر في المواد المتفاعلة مساوية لعددها في المواد الناتجة تكون المعادلة متوازنة. نعبر عن التفاعلات الكيميائية رمزيا بالمعادلة الكيميائية. مركب صيغته الكيميائية تتألف من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين الماء. في صناعته يمكن استعمال الفواكه بدلا من التمور، الخل. مركب كيميائي يمثل أكبر ثروات العلاقة الطبيعية، النفط الخام. إزاحة عنصر في تفاعل كيميائي بعنصر آخر، الاستبدال. زين، عملية تدعى عملية فصل المكونات الرئيسية للنفط الخام عن بعضها تكرير. من المركب الناتج من المعادلة الآتية؟ NO2. زين، أنا المفروض أن أو هاي المتوازنة، هاي المتوازنة، هاي ما متوازنة. زين، المعادلة الموازنة الموزونة الآتية تمثل هسه وياي NaCl، انطتني Cl2 زائد Na، وهاي هنا 2، ايش تفاعل؟ تحلل، استبدال، احتراق. طبعا تحلل لأن مركب صار عنصرين. الجبن هو مادة مشتقة من مواد طبيعية، مادة عطرية طبيعية ناتجة من الإفرازات الحيوانية، راح تكون المسك لأنه يستخرج من الغزلان. زين، العدد اللي يجعل المعادلة الآتية متوازنة، شنو هو العدد اللي أقدر أخلي المعادلة الآتية متوازنة؟ 6 لو 3 لو 9. إذا خليت 9 هنا لازم هنا تكون 3، فتسعة
وهنا يعني هاي المعادلة بها فت خلل. أنا هسا أنزل لكم على القناة مال تيليجرام للحل الصحيح من الدليل. وضح كيفية تكون الزبدة من الحليب، هاي اللي هي إنه أخليها في إناء وأقعد أرجها إلى أن تلتصق جزيئات الدهن بعضها يعني وحدة بالثانية. بين بالخطوات كيفية التعبير عن التفاعلات الآتية بمعادلات كيميائية، اللي هي تحلل الماء إلى الهيدروجين H2O، راح يتحلل هيدروجين زائد أكسجين. زين، هاي موجود عندنا بالكتاب. لماذا يعد الخلل الخلع علاجا طبيا؟ لأن أني ممكن يقلل وزني، ممكن يحافظ على الكالسيوم، مهم بالتفاعلات. هاي أخذناها بصفحة 91. اذكر أنواع التفاعلات مع بيان، اللي هي الاحتراق، التحلل، الاستبدال، الاستبدال بنوعين. ينصح بعدم ترك الحليب معرضا للهواء الجوي لفترة طويلة دون حفظه. ما سبب ذلك؟ لأن أكو بكتيريا أو ميكروبات راح تدخل، فراح تحوله من حليب إلى لبن أو روبة. يعني راح يشتغل، يتحول السكر الموجود به إلى يصحوله إلى حامض، خلينا نقول عليه. يصنف تفاعل كربون مع الأكسجين لتكوين ثاني أكسيد الكربون ضمن صنفين. ما هما؟ تفاعل الكربون والأكسجين لتكوين ثنائي أكسيد الكربون، أي موجودة عندنا بالكتاب. تعتبر صناعة الجبن عملية كيميائية، بينما إنتاج الزبد عملية فيزيائية. هنا عملية ترج، بينما هنا عملية تدخل بها بكتيريا. ليش فترة انه فترة تحضير الخلط تستغرق من 40 الى 60 يوم؟ لان بين ما يوصل الطبقة الجوانية من الخلط الفوق وتتعرض للهواء على مود هاي البكتيريا تشتغل عليها. عند تسخين ماء في وعاء معدني، ايهما يكتسب الحرارة؟ الوعاء المعدني بالبداية. ولذلك انا من اجي اقيس الوعاء القاه حار، امد ايدي اقيس المي القاه بعد دافي. فاللي يكتسب الحرارة أول واحد هو الوعاء، لأن هو أسرع باكتساب الحرارة، بينما الماء بطيء باكتساب الحرارة. لهنا أنا خلصنا حل أسئلة وخلصنا مادة الكيمياء. أتمنى تكونوا استفاديتوا من هاي المحاضرات، وأتمنى لكم كل التوفيق، وشكرا جزيلا لحسن إصغائكم.